قدرانة تمشي؟ ايه انا منيحة كتير. بابا حس انه انا كنت مع مهند؟ لا لا اطمني ما حس على شيء ابدا. نسيت رسالة بكومندينتي ومالي قافلتها. مو مشكلة مو مشكلة، هلا نحن رايحين على البيت لا تخافي منجيبها. إذا مو قدراني خلينا هون. لا قدراني. ها ما شاء الله الحمد لله على السلامة. شو جابوا هذا لهون؟ جاي اطمن عليكي. قلت لك أنا ما حبيت لك يا لهالخطيب، ماله من مستواكي. بس أنا بحبه. إيه بس في أحسن منه. قبل جيراننا أخوه لمهند أحسن منه، دائما بتسألني عني. إيه بس أنا اخترته ومشي الحال خلص. صحيح أنا أختك الصغيرة، بس كان لازم تشاوريني قبل ما تقبلي تنخطبي لهيك واحد. الله يصلحك على هالعملة. طيب أنا رح روح شوف الممرضة اعتذر منها وطيب خاطر. لحظة جاية معك. أكرمة. بارت عليك. أنت والله ما في منك، وبوسينا بتعرف حالتها أنت، بوسينا بتضل بوسينا، بس قلبها طيب. والله انصدمت يا عمي، معقوله هي فاقدة الذاكرة بتكرهني مو طايقتني؟ والله شي بيصدم. والله معك حق، معك حق. يلا بوسينا يلا. حاضر بابا. ايه. يلا بابا. مثل ما قلت لك الجو كتير مكهرب فما رح ضل قاعد معهم. فكري بالموضوع وردي لي خبر، ماشي؟ شو عملتي بالضبط انت؟ بي على قلبي، بي على قلبي. انا هلا اكيد بدي تخطيط قلب ودكتور قلب. شكرا كتير كتير يا انس، بس ما عرفتيني على اسم الكريم؟ لك ما فشرت تعرف اسمي، ما فشرت مشان تروح تقول له يا لرفيقك، بس الحق مو عليكم، الحق علي انا، انا الجد اللي صدقته وطلعت معه هالكذاب. ايه شو بك ليش عم تخالي؟ تركيها تركيها تركيها، شو بدك فيها؟ مبينه مجنونه، عيونها بيخوفوا عاملين هيك من اول ما اجينا على المستشفى وهي مبينه مجنونه. مين عم تحكي كانت؟ عن سفيان. قصه طويله عريضه بس عدت على خير بحكي لك اياها بعدين، خلص تعي امشي يلا. ايه يا عكرمه خلاص. ايه لك الثاني. والله ما بتصير، الكبيرة بتطلع قدام، طلعي سامية قدام، طلعي. هذا خطيبك الغليظ بيطلع معنا؟ أنا ما راح أطلع معكم هلا، بروح بشوف رفيقي وبيجي لعندكم المساء. إيه أحسن. شو هاد؟ بده يطلع معنا. ليش طريقه مو على طريقنا؟ ليش انت عرفتي مين هو؟ ايه عرفته، هذا حسام ابن خالتي وصال. اه ايه ايه معلش يا حرام، خلينا نوصله بطريقنا. بابا انت معودنا على الصراحة، قل له لبابا، قل له قولي له بابا هذا حسام عم يغازلها دائما لسامية، عمى بعيونه مع انه هي اكبر منه بمنيح. طيب خلاص خلاص رح اطلع مع صهري ابو عكار. العمى ما اوقحه، عم يقول عن خطيبك صهري. تعرف انك نفدت من شغله كان ممكن تكركب حياتك طول العمر. والكركبه دخيلك انت الثاني، الحياه ما لها طعم بدون كركبه. فهموني شو القصه، ممكن اقدر ساعدها؟ ولك انت اس ولا حرف، ولك يا مربى يا منظوم، امك بالمستشفى مريضه وانت قاعد عم تغازل البنت. ما غازلتها، حكيت معها كلمتين حلوين وقمطت معي، يعني زبطت ما فيها شيء. لك بالاول تتجاوب بس بعدين فجاه ما ادري شو بيصير لها، بس تصير بتطلب تطلب. انت سكوت ولا حرف، خليني افهم شو صار مع سفيان. ايه سفيان شو؟ ايه شو؟ ايه هلا وصلنا لعند اول ما سالت عن اسمها قامت انفجرت بوشك يا لطيف. وبعدين لكان هو رفيقك اللي كانت عم تحكي عنه، رفيقتها لنسرين. جيمي مشان الله بدي اعرف شو اسمها، بس تقدر تجيب لي اسمها؟ ولو انا اللي بقدر، لك ديبك انا. لك انه بس فهمني ليش كانت معصبه منك لهالدرجه؟ لك كله منك انت، خليتني جبين، جيت عم اقول انه انا بدي اتجوزها بالسر، عم زعلت مني كتير ورفضيت. حقها حقها، وانا شبك انت؟
ينحرق قلبي معلش يعني؟ إيه احسن ما تنحرق حياتك كلها. صدقني هذا اللي صار منيح كتير، وهو كان راح يصير ان كان هلا وان كان بعدين، بس هلا احسن بكتير من بعدين. تعرف هلا مالي قدران اتخيل كيف خلصت هالقصة الحارة هيك. حارة؟ شفت عم يطلع معي حكي وتصاوير حلوة كتير. الحب بيخلي البني آدم يصير شاعر. عندك كتب شعر تعيرني اياها؟